شعاره. هذا العميد أزرق عميد، هذا العميد ودبي داره، هذا العميد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنا والحبيب زهير بخيت في نادي النصر. والله حلوت يا أبو محمد وتلاقى النصر والوصل أخيراً. نترياكم يا النصر، نحن الوصل، ونترياكم يا الوصل، احنا درب البطولة محايدين. خالد عبيد كالعادة في الانتظار، ومع تدريبات نادي النصر أنا وزهير بخيت راح نعيش يومنا، وخلكم معانا وعلى درب البطولة. منو اكثر لاعب في الوصل مهاجم بتسوي له حساب او يخوفك انت في الملعب؟ زهير. لا والله محمود، في المباراه هذه مع الموسم هذا منو اكثر لاعب يخوفك الوصل؟ ايه ما عندهم لعيبه مستوى، يعني سنغهور عندهم، فهد فهد حديد، في لعيبه فهد زين مستوى السنه ها. وايد صراحه. انتوا 13 نقطه، الوصل 13 نقطه، اللي بيفوز بيكمل، اللي بيخسر بيتأخر كثير، يعني صح؟ ما في مجال الياس يعني يتقدم في الجدول. مباراة ملعبنا ترى. زين شو مشكلة؟ شو ملعب قلنا زايغين، ممكن تحررنا ما الوصل. ثلاث نقاط. لا لا محمود، الحين شوفني لابس ازرق قلت زهير مذيع، انا مو مذيع، عطني فانيلات الوصل داخل. ها محمود. لا بس مباراة بتكون جمهور فيها بيكونون، ومباراة بتكون جامدة، 13 نقطة لكل فريق. انتم عندكم استعداد خاص؟ مستعدين هاش المباراة يعني، حتى المباراة يعني مش إنه مباراة يعني، فريق الوصل يعني ما بقول إنه فريق تعبان وشي، يعني بداية الموسم يمكن بداية متعثرة، غيروا المدرب وشي، بس الحين فريقهم يعني أحسن قبل. حلو. بما أن نتكلم عن مدرب زهير، مدربهم هالسنة وايد يمدحونه إيفانوفيتش، كثير من الناس يعني تمدح المدرب، إحنا ما نعرف عنه شيء، يمكن أنا وزهير ما التقينا ويا مدربكم. طريقته هاي هذا غير عن زنقة، غير طريقة اللعب يعني، لعب مفتوح، مفتوحة زنقة كله دفاع، لا مو يعني دفاع يعني، بس يعني طريقة تختلف مدرب عن مدرب. أزرق علي وهذا العميد، أزرق علي طبعا لابد نكون جاهزين إن شاء الله المباراة الجاية، نحن دائما جاهزين، بس إن شاء الله استعداد مع الوصل شيء ثاني بعد. الأخ مروان بن غليطة كتب في حسابه في تويتر ان يدعي جمهور الامبراطور وجمهور العميد للمباراه، يعني دعوه مفتوحه، وهذا نادرا ما يعني يسوونه رؤساء مجلس الاداره. فانا كوني في فريق عمل برنامج درب البطوله وواحد من نادي الوصل، عبر هذا البرنامج ابغى اشكر الاخ مروان على هاي الدعوه. جزاك الله خير. طبعا مروان دائما سباق يعني امور اكثر من هاي، طبعا دائما يدعو مو بس النادي الوصل فقط، الانديه كلها تقريبا، نحن فاتحين بيباننا يعني جميع الجمهور. زين فتحوا نقاطكم حق الوصل ان شاء الله، فتحوا البيبان والنقاط ان شاء الله. الميدان يا حميدان. حميدان. هذا العميد ارفع شعاره. مباراه مهمه، 13 نقطه لكل فريق، والله شو تقول حق جمهور النصر في هالمباراه انهم يجون بكثافه يتواجدون عيون الملعب؟ شيء اكيد وقفة الجمهور هي اللي تساعد الفريق وتحمس اللعيبه وتعطيهم دافع يعني اكثر في الملعب. تعرف قبل الوصل والنصر يوم مني بنلعب المباراه الملعب هذا ينترس، الحين انتم كجيل، الحين الجيل هذا اظني ما شفتوا الملعب منترس صح فتره طويله. والله في كذا مباراه يعني، مو بكل مباراه يعني، بس هي بس مباريات الوصل ما ينترس، الوصل والنصر مو مثل قبل. هي مو مثل قبل يعني. ما تتمناهم يجون هالمباراه؟ والله اتمناهم ان يكون يعني الجمهور يتواجدون بكثرة. انزين انا بتحداك، انا اقول لك جمهور الوصل بيكون اكثر عنك. انا اقول لك النصر اكثر. بنشوف. ها بنشوف. سمعتوا؟ جمهور الوصل انا مالي خص فيهم. لا النصر اكثر، حتى يوم يكون ملعبهم النصر اكثر. ما عليه يا جمهور الوصل. سمعت شو يقول؟ يقول حتى لما تلعبون مع النصر في الوصل جمهور النصر يكون اكثر من جمهور الوصل المباراة في الوصل. لانه كان اظني كان يحلم هو راقد. إنها مباراة خاصة ليس هنا فقط بل في كل أنحاء العالم، الدربي هو الدربي، الأجواء تغيرت ليس هنا فقط بل حتى في نادي الوصل.
إنها مباراة خاصة ويجب أن نكسبها لكي نرتقي في الترتيب. لماذا هي مباراة من طينة خاصة؟ إنها ديربي في البرازيل، في إنجلترا، في إسبانيا، في دبي أيضا. ماذا عن فريقك هذا الموسم في الدوري صحبة المدرب الجديد إيفانوفيتش؟ ما هو رأيك في الفريق؟ الأمور جيدة، مستوانا يتحسن، تغيرت طريقة اللعب التي كنا نلعب بها لمدة 3 سنوات. صحيح واجهنا صعوبات في بداية الموسم لأننا لم نحافظ على الكرة جيدا، لكن الآن الفريق يتطور ونحن نؤدي بشكل ممتاز. لنكون صادقين، أنت أحياناً عصبي أكثر من اللازم وتحصل على بطاقات حمراء، لكن في مباراة الدربي هذه يجب أن تكون أكثر هدوءاً ورصانة وأكثر صبراً أيضاً. نعم أنا عصبي أحياناً لأنني أريد أن أفوز، وعندما أخسر أصاب بالجنون، لا أريد أن أنهزم حتى في مباريات ودية، أريد أن أكسب كل المباريات وخاصة هذه المباراة، وإذا حصلت على بطاقة حمراء سوف لن ألعب ولن أساعد فريقي في المباريات القادمة. والله مباراة بالنسبة لنا مهمة، نفس أي مباراة، تعرف أنت الديربي هذا يمكن بيكون في جمهور، تكون مباراة حماسية، أتمنى التوفيق للفريقين وإن شاء الله نظهر بصورة جيدة. هذا أي ديربي بالنسبة لك؟ كم رقم الديربي هذا من طلعت من الوسط؟ ما أدري يمكن خامس أو السادس معك. خلاص كبرت أنت كابتن الفريق الحين، يعني عليك مسؤولية. عليك مسؤولية؟ لا لا ما في مسؤولية، كلهم كباتن، كلهم يعني عارفين قيمة المباراة وإن شاء الله بيأدون عليها. هالفترة يعني خصوصاً مباراة ورا باسر أتوقع يعني الملعب ينترس، لأن فريقين يمكن صار آخر فترة ماشيين صح. فأتوقع يعني إن الجمهور بيحضر، يعني يمكن نتائج الدربيات اللي طافة يمكن نتائج ما خدمت الجمهور إنه يحضر. تجد الفريقين. والله شوف أنا ما أتكلم عن المدرب اللي قبله ولا شيء، لكن كل مدرب له أسلوب معين. اتوقع اسلوب مدربنا كان يعني بدينا شوي نتعود عليه، واسلوب الحمد لله يعني لين الحين ماشي ويانا، يبالنا وقت عشان نتأقلم عليه، لكن اتوقع ان الفريق يعني هالسنه ظهر بصوره هجوميه يعني غير عن اذا يعني تتمنى تفوز بس ما تسجل. اتمنى افوز وما اتمنى تسجيل، لان تعرف يمكن تعلمت كرة القدم نادي الوصل، تعلم يعني من صغري تأسست نادي الوصل صح، هالشيء يعني لي وايد. لون السماء وشوف السماء عالية كيف. عطنا شيء مال ديربي قبل، لأنك كنت لاعبين ضدك وتضاربنا قبل، تحين يوم نضارب هناك عند ذاك الجول كورنر. الديربي قبل غير عن الحين. ليش؟ شو الغير؟ لأن في ضرابة، في شد أكثر من الحين، يمكن قبل مباريات بشهر نحن نتعاير ومجادلة صح ولا لا، الحين هالشيء مو موجود. احتراف يقولون. لا ما يغير الاحتراف، ما يغير الديربي، بس يمكن العناصر تغيرت. نحن كنا في السعودية أسبوع اللي طاف، ديربي النصر والهلال، من المطار الديربي بادي عندهم من المطار. أنا اللي أتمنى الجمهور الديربي يرجع باكر. طبعا هدوء، تركيز أهم عنصر، أنك أنت تقدر تسيطر على المباراة. النرفز والشد العصبي دائما يبعدك عن جو المباراة، المشاحنة هاي دائما نحن نحاول أن نحن نبعد الفريق أو اللعيبة كلهم عن المشاحنة، هذا لأنه بقتك المتعة. دائما الديربي يكون فيه متعة، يكون فيه يعني في تلاحم، بس يكون تلاحم معقول مش خارج عن النص. صح.